قضيتنا لهذا الأسبوع من برنامج تحرير الجريمة تأتيكم من ولاية أم البواقي. أهلا بكم. اكتشاف سيارة محروقة من طرف أحد المواطنين أسفر عن العثور على جثة رجل قتل هذا الأخير بأبشع الطرق. بمسرح الجريمة عثر رجال الدرك الوطني على لوحة ترقيم السيارة المحروقة، فهل هي دليل كاف لفك ملبسات الجريمة؟ تفاصيل مثيرة لقضية تحت عنوان يا قاتل الروح وين تروح؟ تابع معي. هذا هذه المحنة كانت مليحة شوية، والله تخش من الضغط تاع المدينة. تو راجي والله تو راجي. الضغط تاع الخدمة. شوف 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 شوف. يا دكتور هذه شاحنة. خف 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 شوف. يبدو أنه حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 10 في ولاية أم البواقي. عندك كاميرا مقطع جدارمية عيط لهم. المعطيات الأولية تشير لوجود سيارة محترقة على حاشية الطريق. ديس سيكون ساك. فور مشاهدة أحد المواطنين للسيارة المحترقة قام هذا الأخير بالاتصال بمصالح الدرك الوطني عبر الرقم 1055. لهم قولوا ميزان أستاذ كان السيارة محروقة طريق وطني رقم 10 بلدية الحين. فورها تم تحويل المكالمة للفرقة المختصة إقليميا. فرقة البرك الوطني تفضل. عندكم سيارة محروقة على مستوى الطريق الوطني رقم 10. مفهوم. شكرا. تفضل. على إثر تلك المستجدات شكلت ضوية تابعة لفرقة الدرك بالرحية للتنقل لعين المكان من أجل مباشرة المعاينات الأولية. باش ننتقلوا لعين المكان نقوموا بالمعاينة اللازمة. على الفور تم تشكيل دورية لأفراد الفرقة الإقليمية لأجل القيام بالمعاينات واتخاذ الإجراءات اللازمة. رجال الدرك مع مصالح الحماية المدنية لعين المكان باشروا بالإجراءات اللازمة. حضرت السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حضرت كنا في الغابة. إيه؟ جيت خرجنا شفنا الطوموبيل هذه شعلة حضرت. تبان لي راهي فيها واحدة حضرت. بارك الله فيك. كبرك حضرت. إي احنا هنا برك كنا نستدعيوك. الراقب الأول طلب لنا أفراد الحماية المدنية. خلال المعاينات الأولية تم اكتشاف جثة محروقة بالصندوق الخلفي للسيارة، حينها تم تطويق مسرح الجريمة وتدخل أفراد الخلية العلمية والتقنية. أعطيني القاضي بهذا نفتح الصندوق الخلفي. تفضل يا شيخ. أروح الشيخ عوني في راهي كاينه جثه. خلي الاماكن كما راهي. الرقم الاول ناوني شريط الاحاطه. على الفور تم اختار قائد الكتيبه بنتائج المعاينات الاوليه. حول معاينه اللي درناها راني قلنا جثه في الصندوق الخلفي. اماكن وخبر سيد وكيل الجمهوريه وانتظرني نجيب الشرطه التقنيه والعلميه ونجي عندك. مفهوم.
احترامي لحضرتك. احترامي سعد. لقينا جثة في الصندوق الخلفي تاع المركبة. ككل مرة وحين وقوع جرائم كالقتل يتم الاستعانة بخلية الشرطة العلمية والتقنية من أجل البحث عن الأدلة التي تساعد المحققين في فك غموض القضية. احترامتي مسعد، عندنا بقايا جثة محروقة في الصندوق الخلفي للسيارة. بالنسبة للأفراد المتدخلين لمسرح الجريمة، عندنا أفراد الفرقة الإقليمية وعندنا أفراد الحماية المدنية. المسار اللي تاخذوه هذا هو باش المهام تاعكم. مفهوم حضرة. مسرح الجريمة تم رفع لوحة ترقيم السيارة، فهل هي دليل كاف للتعرف على هوية صاحب السيارة؟ سعد مسعد، بعد القيام بالمعاينات اللازمة تم رفع لوحة ترقيم المركبة وكذا عينات من حارق. سلمهم قائد الفرقة مسعد. الركب الأول روى عندي المفتاح. تفضل. احترامتي المساعد، في الملف هذا كاين سيارة ورقم تسجيل تاعها والنوع تاعها، جيبها مني دركي. تفضل. هل تحصل رجال الدركي على الهوية الكاملة للضحية وبداية لفك الغموض عن القضية؟ الراقب الأول، أعطيني النتيجة اللي تحصلت عليها. مسال، النتيجة ظهرت إيجابية، تعرفنا على هوية مالك المركبة، النتيجة مرفقة بالملف. تم التعرف على هوية صاحب المركبة وعنوانه، ويتعلق الأمر بالمدعو بلال. الاستدعاء أهل الضحية عن طريق الفرقة المحلية يجونا في الحين. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. تم اجتماع طارئ من أجل قضية القتل العمدي اللي تعالج فيها الفرقة. من خلال تدخل أفراد خلية الشرطة التقنية والعلمية تم الحصول على لوحة ترقيم للمركبة. بالنسبة للمساعد، تعريف المركبة واستدعاء صاحب السيارة والأهل نتاعو. بالنسبة للمساعد، مكلف بمهمة التفتيشات. بالنسبة للرقيب الأول، مكلف بمهمة السماعات. بالنسبة لقائد فصيلة الأمن والتدخل، مكلف بالتوقيفات في حال ظهور مشتبه فيها. حول. عمد رجال الدرك على تكثيف التحريات في محيط عائلة الضحية بغية استغلال جميع المعلومات المتعلقة بالقضية. المرحوم منذ متى غادر البيت العائلي؟ تم استدعاء زوجة الضحية والمدعوة مريم للاستماع الى اقوالها. وجهتي اول راه رايح. نورمالمون خبرني، قال لي بلي رايح عند اخته. مريم صرحت لرجال الدرك ان زوجها غادر المنزل العائلي تجاه بيت شقيقته الكبرى. مشاكل؟ لا لا ماشي. ما كان حتى مشاكل عائليه؟ لا 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 ما كانش. مش ما عنده اعداء؟ لا الحمد لله ما كانش. زوجة الضحيه لا توجه شكوكها لاي طرف كان. لا لا ما جامي شتو هكا في تليفون ولا تسمع عادي صحابو عيطولو عادي. رقم الهاتف تاعو 06-73-84. ان شاء الله نديرو المجهود تاعنا حنا باش نتوصلوا للفاعل ان شاء الله. يا ربي عظم الله اجركم. شكر الله وسعيكم. كما تم استدعاء اخت الضحيه المدعوه خيره للاستماع الى اقوالها. ونفسي عليه خلانا حرقة في قلوبنا. آخر مرة التقيت بالمرحوم يوم الوفاة نتاعو، جا عندي تغدى قيل شوية بعدك شي جا التليفون خرج يطل علينا على القهوة سلو بيت ما هيا خلاص أخوي لا خلاص ما في. جا التليفون ما قالكش وراه رايح؟ نورمال ما بشي تلقى مع ولدي أيمن. خلال مثول المدعوة خيرة على طاولة التحقيق، أكدت هذه الأخيرة في تصريحاتها للمحقق زيارة شقيقها لها، حيث أشارت أخت الضحية أن بلال خرج من منزلها فور تلقيه اتصالا من ابنها أيمن في حدود الساعة 3 زوالا
من يوم 9 ديسمبر 2018. خير وخرج، ما كان حتى حاجة لي. ما عندكش واحد هكا تشكي فيه في القتل تاعو؟ لا، هو إنسان طيب، الناس كل تحبه. كانش مظنش. احنا اليوم رانا استدعيناك للفرقة بأن نكملوا التحقيق تاعنا، وإن شاء الله تكون النتيجة إيجابية، وكاش ما احتاجنا ولا نزيدوا نستدعوا مرة ثانية إن شاء الله، وإن شاء الله نقدروا نتوصلوا للهوية تاع الفاعلين. كيفاش يقرب لك المرحوم؟ حامت شبهات لتورط المدعو أيمن في قضية مقتل المدعو بلال، فتم استدعاؤه لمقر الفرقة للتحقيق معه. آخر مرة تلاقيت بها مع المرحوم قبل ما يموت نهار مات، نهار اللي توفى فيه كان معي الصباح. وين المكان بالضبط؟ في مقهى، كنا في قهوة برا. مع من كنت تلاقيت معه؟ كنت أنا وصاحبي. شكون صاحبك؟ إسلام. وين يسكن؟ في عين البيضة. شحال قعدتوا في المقهى هذا؟ كشف هذا الأخير أنه كان برفقة خاله بلال يوم الواقعة في المقهى. وبعد المقهى وين رحت؟ روحنا لو إسلام، روحنا وهو راح معنا بليش. لكن في حدود الساعة 5 مساء انصرف كل منهما إلى وجهته. صديق نتاعك هذا إسلام، وين رحت؟ ما أنا روحت للدار ثاني. إسلام بعد ما أنا بليش قال لي روحت للدار حتى هو. وبيت أنت في المنزل تحكم؟ إيه، بيت المنزل تاعنا. رقم الهاتف الشخصي تاعك؟ 06 59 10. رقم الهاتف هذا مسجل باسمك؟ ايه، مسجل باسمي. بدت على المدعو أيمن ملامح الارتباك والخوف خلال محضر سماع أقواله. ربي إن شاء الله القاتل نجيبوه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. بناء على المعطيات الأولية التي جمعها المحققون، طلب قائد الفرقة من مصالحه طلب تسخيرة لمتعاملي الهاتف النقال من أجل معرفة جميع المكالمات الصادرة والواردة من هاتف الضحية. تفضل. عن طريق الفرقة الإقليمية محل إقامة صاحب السيارة تم استدعاء أهل الضحية، حيث أبلغونا أن الجثة المحروقة تعود لصاحب السيارة. بعد حصول رجال الدرك على نتائج الخبرة العلمية والتي أكدت تواجد المدعو أيمن في مسرح الجريمة وقت وقوعها رفقة صديقه المسمى إسلام، وهو ما يؤكد أن هذا الأخير هو من قام بقتل خاله بلال. ألو، احترامات حضرات. وك احترام سعر حضرات، راني تحصلت على الكشوفات للمكالمات الهاتفية والصادرة اللي ديناها من الموقوف، وراه تأكدت باللي راه يضلل فينا وعطانا تصريحات خاطئة. الموقوف راه جرى اتصالات من مكان الجريمة. وصل تحقيقات من أجل إيقاف المشتبه فيهم. مفهوم حضرات. شكرا. من خلال تنشيط عنصر الاستعلاء واستغلال مختلف التقنيات المتطورة من قبل رجال الدرك الوطني، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهما في جريمة القتل. على الفور شكلت دورية تابعة لكتيبة مسكانة مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل من أجل التنقل لتوقيف المدعو أيمن وإسلام.
راك سايبني ندير هنا برد برد. قلت يفض عليهم جوني صدرمية حتى الدار. وبعد جوك صدرمية وش حابني ندير انا؟ بداو راح يهزونا وداروا لي خديه وبداو الدام وبداو يسقسيو. في تلك الاثناء كان المشتبه فيهما في احدى المناطق المعزولة بولاية ام البوابة. روح هز على راسك دا اخطاني راح تبصصني. اجي شي ودرك ما تعرفني لا نعرف. احفظ مين تحفظ وعلى حتى يجي وما يجي وما والو ديجا روح خطاني راك تدير لي في الشبهات. لازم كل واحد يروح في جهه سي بون. قاعد تسمع في الصوت تاع الطوموبيلات. دور انا ما درت والو نحي هو الشاب حقنا لا ما درت والو واش دير بيا خاطيني يا الشاب ولا خاطر خاطيني يا الشاب تاع الاولوا حول حول العربيه تحول العربيه بعد وضع خطة محكمة من قبل مصالح الدرك داهمت ذات المصالح المكان. هناك تم توقيف كل من إسلام وأيمن بكل احترافية. تم اصطحابهما لمقر الفرقة للتحقيق معهما. وصلت للتحقيق المفتوح من طرفنا واستنادا إلى الوسائل العلمية والتقنية وكذا التعمق في التحريات تم التعرف على هوية المشتبه فيهما مع تحديد أماكن تواجدهما ومن ثم توقيفهما. قدرت تتوصل لهوية السيد اللي قتل خالك؟ ملقيناش مازال. في التصريح الأولي نتاعك راك تقول باللي قضيت الليلة بايت في المنزل العائلي، صح؟ الدليل العلمي يثبت عكس ذلك. بيت في المنزل ما راح طار براسه. أيمن أنكر جميع التهم الموجهة إليه. الكشوفات الهاتفية تبين باللي انت راك جريت عدة اتصالات هاتفية من الهاتف الشخصي نتاعك في المكان اللي عثرنا فيه على السيارة المحروقة. اخي المرة اللي فاتت قلت باللي الهاتف راه لي وما نعرف وين راه الهاتف نتاعي ما كانش به. بعد مواجهة المشتبه فيه بالدليل العلمي تراجع هذا الأخير عن تصريحاته السابقة واعترف بتورطه في الجريمة رفقة صديقه إسلام. في مسرح الجريمة اللي تعود للضحية. ميلي بليش درك نحكي لك يا شاف درك نحكي لك كل شيء نحكي لك الحكاية من الأول لآخر. أتفضل. إحنا كنا شومرين أنا وإسلام. يروح جيب لنا طرا قهوة عزاز ياني خوك. اي منين الصحباني خوك منين راح نجيبو قهوة العبيدة ودورو لا ديما تشكيل المسوس انت ما كانش ما فيهاش ما صحة روح تقعد جيب تا قهوة ديما انا اللي نجيب قهوة ضرب ولينا عيطنا لخالي وخالي عنده صوار راح نديرو قصة على قهوة والله العظيم انت ثاني باش تشوف لنا خالك ومنا زعما تفهمنا راح نبقاو نهضرو واش راكم واش حوالكم واش الدار واش الدنيا لاباس خويا العزيز واش كنتوما واش الوليدات والله صافا الحمد لله كلش ما تجيوش تزورونا ساعة ساعة هي قالب ولا غير قالب خير يا مريحة يا خالك عنده شوية عط شوية طويل ديروا له هكا وهكا وتبان ولا غير نعيطها والله كي تعرفي مع الخدمة ظروف شوية منا وشوية منا كي تعرفي احنا لصقوا فيها وفرات معليش ايه شوفنا مع تراها العبدة وقسم بالله واش ما لقيت اشاري للطوموبيل ولا ايه الساعة هذه ما كان والو شوفنا خالكم بعد نديروا لها خويا لا واش راك تا والله صافا الحمد لله انت بخير والله في نعمة خويا لا ربي يبارك فيك كاش ما يخص خويا لا راني هنا الله يحفظك عيط لي يا خالي وماكش مطلوب باهي هضرك نعيط راه شوفنا ترا شاري للطوموبيل يا خويا بس الله ترا نعيطولي أم رجلا إن شاء الله ربي يسهل الأمور وشيا بالطرف كيما تعرف القراية برك أقرا برك أخويا أنا متهني إن شاء الله يكون قدام كون تهلا فيه بارك الله فيك نتهلا فيه ماكوكش ما يخصك راني هنا ورا خالي يا إذا ما عندكش لزيني تيضرك نعطيك تيدي ما فاضة ربي يبارك في أخويا إن شاء الله الو السلام عليكم واش عزازي اخويا لا
لاباس الخويلة؟ والله لاباس الحمد لله. وين كابر؟ أنا هنا عندكم، أنا في داركم، أنا عند ماماك. أي أنا وإسلام ما جيش القهوة. واش كش ما سخصيت؟ يطلع علينا على القهوة نسلوا بيك ما. أي خلاص أخوي لا خلاص. ما تطولش أزيز، ما تطولش أخوي. أنا دوك نجيك توت هوية طيب. أنا رجلة. أنا جيك صح. أي صح. صح. أو جاي. أو جاي. أو جاي. شو؟ هيا دوك أنا نروح. نروح. نروح دوك نعاودوا نولي إن شاء الله. وشو غير حساب؟ على ايه ديال حسابك؟ خلي عليك خويا العزيز. كثر خيرك. كثر خيرك. كثر خيرك. زين حسابك وفرق. يا اخي فروز القضية تفهمنا واش راح ندير واش ما راح نديروش. هاي على بالي شو ديال حسابك. وكان يزيد حسابك. يبقوا على خير. هاي يبقوا على خير. داي عندنا ديجا حنا نخدموا مع بعضانا هاي على بالي ان بزاف راه نخدموا مع بعضانا وشي هو دير حساب كوفرات هيا بقاو على خير اختي بسلامة خويا العزيز بسلامة انت الله في الامان نايم تني شوف لنا مشتري الطوموبيل درك نشوفو وسائل كي سي زيان اي راه يقلقني قام المدعو أيمن باستدراج خاله إحدى المناطق المعزولة في ولاية أم البواقي لتنفيذ مخططه. أوجل عزازي. أوجل. فضت عليه. حيت نارو جبناه للقهوة. السلام عليكم. لاباس. والله لاباس الحمد لله. أنا جاي خويلة إيه. واش راكم يا سيدي؟ واش أموراتكم؟ لاباس خلاص أخويا. قلنا له نروحوا نسهروا. خالي يحب السهرات ويشتي الزاو. واش غير الخير؟ قالوا لي فيها سهرة. أيا. مالا نروحوا. يشتي يموت. فيها سهرة الليلة نروحوا أخويا. أيا ربي يسهل. أي. أي عزيز. أي. ركبنا معه في الطوموبيل دي مارينا خلابك ولا عطرار خويل البلاصة ما على باليش بها يا خويل انت اللي قلت لي كاينه سهره يبان انت اللي تعرف شديك واحد البلاصه ها انا قلت لك تسهر سهره الاخرى قول والله قاعد تسهر خطر عمر عمر خويا نروحوا اني خوك وشك خالي اني خوك يا خويا مضبينا بينا تكون سهره مليحه بقى. وصلنا لواحد البلاصه اللي قلت لكم عارفين نقعدوا فيها ديما تري يا خالي كيف شي هذا اي يا سلام هي درك يجي وجماعه واش بيك مشريو فيك يا ودي انت جايبني الخربه هذه باش ديروا سهريه هذه سهريه هنا يا درك يجي وجماعه درك نروحوا هناك شمال يا ودي ما يسهروا جماعه ونروحوا حطيناه ثم قلنا له نجيبوا الغداء ونجيب جيست رحنا جبنا زوز حددة يا سيد روح نسبر له غير ازرب هز السيطرة هذه هز اخي مرة ازرب ليس مرة روح روح ديرها وراك طحنا عليه اختلتوا لبالك وهناك قام المدعو أيمن وإسلام بالاعتداء على بلال بقضيب حديدي حل هيا يخلي القول وحل إسلام ضربناه ضربة من ضربات مات أين باصين على والو هز وخليه الديو الضربات التي تلقاها بلال كانت قوية راح إسلام هز إسلام جيب ثورة راح جيب ثورة لحظات قليلة بلال يفقد أنفاسه الأخيرة كلنا غطيناه في زاورة حطيناه في لاماطا الطوموبيل هس هس راه
مباشرة بعدها حاول الشريكين طمس آثار جريمتهما. بعد ما رينا بالطوموبيل قاما بوضع الجثة في الصندوق الخلفي للسيارة للتخلص منها. احنا نمشي ونمشي ونمشي وطاحت لنا الطوموبيل اون. واش راح نديرو له درك يا سلام بالك يا ولدي؟ مانيش فاهم، خلينا درك نمشيو نورمال ومن بعد كايا كالي الطوموبيله. ايوا انا كاريتها ما كاريتها ما والو، اي ركت واش درت لها مالها؟ اي ركت. انزل 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 طرا ولدي. واش صرا لها هذه؟ اي ما فهمتش واش صرا لها الصراحه. نبقاو نتفرجوا فيها. روح سوق ولا خلينا نديرو لها. روح دز درك انا نسوق. كيناش واش راح نديرو؟ خفنا الناس تشوفنا، خفنا كش واحد يلحق علينا. زيد يا سلام يا ولدي يا ليت الزرار. اي تسك شما نضركوها برك. راح برك راح. في طريقهما تعطلت السيارة فقرر أيمن وإسلام إضرام النار فيها. ولينا ديسيدينا نحرقوا الطوموبيل بيها باللي فيها. يا سلام كيف راح نديروا له دركا؟ فهمت والو. شوف انت كيفاش راح نديروا لها. شوف هنا ما تطيشوش، تحب تزيد باصين اكثر واكثر. نقول لك حاجه، اي نحرقوه بيه بالطوموبيل. هيا خف برك. هيا ليه ليه هاي. ايش ما عندك بريكه ولا حاجه؟ درك نحرقوها درك ونروح. هاي كراشوك شمدي نروح. ثم بعد عدينا على واحد البلاصه وصبينا عليها ليسونس. او ليسونس هنا. شعلناها ديراكت. الشريك نتاعك المدعو. هكذا سرد أيمن تفاصيل القضية للمحقق وكشف عن تورط شريكه إسلام في القضية. ايه هو نفس الشخص. ليكون في علمك أنت والشريك نتاعك راكم متابعين لجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجناية الحرق العمد لملك الغير اللي هي سيارة الضحية. راح نقدموكم أمن السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة. وثبت لهم تهمة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 261 من قانون العقوبات المعدل والمتمم، أين سيتم تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. رجال الدرك بجميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة. وجهت للجاني وشريكه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحكم عليهما بالإعدام.
مهما اختلفت الدوافع والأسباب فإنها لا تستدعي أبدا ارتكاب جريمة قتل. نحن ننقل لكم الوقائع لتعتبروا. نهاية عدد اليوم، ترقبونا في عدد لاحق. إلى اللقاء.